نبدأ سريعا نفتح الفوتوشوب بالشكل ده. هنروح عند فايل والمقاس بتاعنا هنخليه 2000 × 2000 في ريزوليوشن 100. هيكون معانا المقاس بالشكل ده. هنروح للصور بتاعتنا. اول صورة هناخدها الصورة دي. احنا بس هناخد الجزء ده انا اقصه عشان وقت الفيديو، وهعمل له كونفرت عشان خاطر قلنا ما يبكسلش لو كبرنا او صغرنا. تمام. هروح للصورة التانية، هاخد الصورة دي ودي هخليها تحت اللاير بتاعت الحجارة اللي قدامنا. هكبر الشكل ده كده. تمام. ركزوا معايا وانا واقف على اللاير دي، هدوس الت وهشد بالكليك كده عشان يعمل لي كوبي، وهجيب الاستيكة وهمسح الجزء ده شوية من هنا عشان يكون شكله عريض شوية بالشكل ده، وهعمل الاتنين ميرج بعد ما اخلص. تمام. هرجع للصور، هاخد الصورة دي وهنزلها تحت الحجر برضو بالشكل ده. هرجع للصور وهاخد الشكل ده، انا اقصه برضو عشان وقت الفيديو. خلاص هو معمل لكم فيرت، هطلعه فوق خالص وهبدأ صوره. تمام. طيب السكاي او السماء بتاعت اللاير دي بالماجيك هعمل سيلكت وشيفت كده، وهبدأ ادوس سيلكت على كل السماء الموجودة، ومن هنا ادوس كليك يمين هختار راسترايز وهدوس ديليت من الكيبورد فهيحذفولي بالشكل ده. طيب هظبط الشكل ده شوية والشكل ده كمان. تمام. هقرب كده، لسه في ابيض عندي هنا همسحه، هعمل له سيلكت بالماجيك كده وهعمل راسترايز وهحذف كمان دي. دي همسحها بين تول عشان في جزء ابيض على الشمال هيسيح الدنيا في بعضها. تمام كده. طيب ركزوا معايا، الجزء بتاع الحجر ده واخد شكل ابيض شويه، واللي وراه واخد شكل الاصفر شويه. هاجي هنا هروح عند الدايرة اللي في النص دي وهجيب الساتوريشن وهدوس على علامة الصح اللي هنا، وبعد كده هدوس كنترول الت جي من الكيبورد عشان يدخل الساتوريشن في الحجر بس يعني. تمام. ومن هنا طيب هنعيد الخطوة دي معلش، هروح عند الساتوريشن نفس الموضوع قلنا، هدوس على علامة الصح هيغير لي اللون اهو. هتحرك بالاسهم دي لحد ما احاول اخلي يكون الشكل ده قريب من اللي ورا شويه. هنا مثلا هختار المالتي وهبدا اشوف اهو. تمام كده. طيب هقرب هعمل زوم وهظبط الوضع هنا او القعدة بتاعت الاطارات دي هنا على الحجر. تمام. وهقف تحت هعمل نيو لير من هنا كده، هجيب البراش السودة وهدوس دبل كليك كده كم مرة لحد اما تقل البراش اللي انا عملتها، وهحاول اظبط الشادو بتاعها بالشكل ده. نفس الموضوع هنا بس هصغر شوية. تمام. ركز معايا، هاجي اقف عند اللاير بتاعت الاطارات دي وهعمل نيو لاير وكنترول الت جي وهجيب البراش عشان اسود اخر الاطارات بالشكل ده على اساس ان الشادو يكون مظبوط. بس كده زي ما انا واقف فوق هعمل نيو لاير خالص وهجيب البراش اكبر السايز وهدي اسود في الاخر كده، وكنترول تي هشد الاسود ده لفوق عشان اغمق يعني الموضوع ده شويه مهم. طيب الخطوه اللي بعد كده هاخد الشكل ده هجيبه على اليمين هنا كده وهعمل سكرين. طيب في حواف موجودة فوق وتحت وكل الكلام ده هنشيله بالاستيكة اهو. هخلي الفلو مثلا 25 وهبدأ امسح الحواف دي كده بالراحة. بالشكل ده. تمام. هعمل نيو لير تانية
وهجيب البراش وهاخد اللون بتاع السما ده هعليه على الاخر وهدي دبل كليك في الحتة دي كده وهرجع اعمل سكرين بالشكل ده. ممكن اقله شوية. تمام. طيب الاسود اللي احنا عملناه ده ممكن نطلعه فوق خالص بالشكل ده. تمام. هاجي عند السما اللاير بتاعت السما هدوس كنترول يو وهحاول اخلي لونها يكون قريب من الازرق شوية بالشكل ده. تمام. هروح للصور وهاخد اللوجو اهو، هو معمول له كونفيرت خلاص. هصغر شوية. طيب احنا ممكن نطلع اللوجو فوق خالص بالشكل ده وهنزل كل اللايرز بتاعتي تحت شوية بالشكل ده. طيب هزوم كده وهكتب الجملة بتاعتي اللي هي خاصة 25% بمناسبة عيد الفطر وهكبر الجملة اهي. هخلي الفونت بتاع اللي هو جي اي اس اس اللي هو ده. وهخلي لون هيكون ابيض. هعمل سيلكت على 25% بس وهغير الفونت بتاعه بالفونت ده. تمام. هحاول بس اصغر الجملة شوية. تمام. هقف عند اول لير فوق وهنزل تحت عند اخر لير وهدوس شيفت وبعد كده كليك وهبدا ادوس الت وسهم فوق عشان يعمل لي كوبي من كل اللايرز الموجوده عشان الكاميرا رو. هروح عند فلتر الكاميرا رو من هنا وهبدا اظبط الالوان بتاعتي، وزي ما قلنا كتير قبل كده في الدروس اللي فاتت ان دي حاجات مش ثابته طبعا، دي على حسب عينيك. تمام. هقول له اوكي. هنشوف النتيجة طبعا فرق كبير. بس وبكده نكون عملنا ديزاين في كام دقيقة. يا رب يكون عجبكم. مستني رأيكم في الكومنتات واشوفكم في الدرس الجاي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.